تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا وهناك، أهلا وسهلا بكم في هذه القناة. من هنا نبدأ إن شاء الله، هناك ننهي ولا ننتهي بإذن الله تعالى. لكن إن شاء الله وعد بأنه ما رح ننهي هذا الموضوع أو هذا التسجيل إلا بفائدة تعم الجميع إن شاء الله. فاللي أتمنى منكم أن تستحملوني وتنهون المقطع إلى الأخير، وبإذن الله تعالى راح تستفادون من هذا. تابعوا معنا. الكل يحب يتعلم لغة ثانية بالإضافة إلى لغته المحلية، لغتنا العربية. إحنا نحب أن نتعلم غير لغة، كأن تكون إنجليزية، ألمانية، فرنسية وغير لغة. لكن أنا الآن راح أركز على اللغة الإنجليزية باعتبار أنه هذه اللغة هي الأكثر شيوعا في هذه الأرض اللي نعيش عليها كلنا. أول شيء راح أفرق ما بين الشخص اللي يريد يتعلم هذه اللغة الإنجليزية، هنالك شخص يريد يتعلم هذه اللغة عنده أساسيات اللغة، يعني يعرف شنو هو الفاعل والمفعول، شنو I، شنو U، شنو R، وهكذا من هذه الأفعال، من أفعال من مفعول به، من حروف الجر وهكذا. الشخص الثاني ما يعرف هذه الأساسيات، لذلك اللي يعرف الأساسيات من الطبيعة أنه راح يتعلم اللغة أسرع من اللي ما عنده أساسيات. لكن هذا ما يعني بأنه اللي ما عنده أساسيات ما راح يتعلم، لا، كن على ثقة أنه راح تتعلم، لكن اتبع هاي الخطوات اللي إن شاء الله أنا راح أنطيك إياها بإذن الله تعالى، وراح تتوفق بإذن الله تعالى. كتب تعليم اللغة أعتقد أنه الكل يعرف أنه هنالك كتب كثيرة. أنا ما أريد أنه سوي دعاية مضادة أو أكثر بالمكتبات اللي تبيع هذه الكتب، لكن أنت بحسبة بسيطة لما تجي وتلقى كتاب كيف تتعلم اللغة الإنجليزية في 7 أيام، كيف تتعلم اللغة الإنجليزية في 2 يوم، كيف تتعلم اللغة الإنجليزية في 30 يوما أو في 30 يوما عفوا. طيب أنت بحسبة بسيطة، أنت إذا تعلمت لغة الإنجليزية في أسبوع، ترجع الأسبوع الجاي الوراء راح تتعلم اللغة الألمانية في أسبوع، الأسبوع اللي وراء راح تتعلم اللغة الفرنسية، وهكذا أنت راح تشوف نفسك خلال 6 أشهر وإذا أنت متعلم لغات العالم كلها. وهذا شيء من الصعب أن يصير، إذا ما كان مستحيل، لأنه صعب جدا. أنه فمسألة هذه الكتب تركوها، نعم ممكن أن تستفيدون من عدها من خلال بعض الكلمات، بعض المراجعات، بعض الجمل، بعض الأفعال لا بأس به، لكن أنه هذا الكتاب يعلمك اللغة في أسبوع فهذا شيء شيله من دماغك. لذلك نصيحة، اترك هذه الكتب وركز على الشيء أو الخطوات اللي أنا بالضبط راح أقول لك إياها، خطوات أنت امشي بها خطوة خطوة، وإن شاء الله تعالى راح تحصل على نتيجة، ونتيجة بإذن الله تعالى باهرة. وراح كل اللي أطلبه منكم الدعاء. تابع. نجي إلى الخطوة الأولى. الخطوة الأولى هي هذه الكلمة، اقرأ. نعم الله سبحانه وتعالى أول كلمة أنزلها في القرآن الكريم هي اقرأ، على صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ. لذلك هذه الكلمة جدا جدا قيمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى ابتدأ بها القرآن الكريم وقال اقرأ. لكن يعني شلون راح اقرأ؟ انا اذا ما عندي اساسيات باللغة الانجليزية، او انا اذا ما عندي، يعني انا انسان بسيط، يعني معلوماتي جدا بسيطة، اجي اقرأ؟ اجي اخلي هاي المكتبة العظيمة، هاي الكتب الكثيرة، واجي اقرأها في سبيل تعلم اللغة الانجليزية؟ ما راح اتعلم بهذه الطريقة، ما اتعلم. زين اترك هذه. شنو النصيحة الاولى أو الخطوة الأولى؟ أنه تقرأ أي كلمة تصادفك في الطريق. أنت بالباص تشوف كلمة، أنت رايح للشغل، أنت رايح للمدرسة، أنت رايح تتسوق، تجيب مسواق لأهلك، أنت رايح زيارة لأصدقائك في أي مكان، أي كلمة صادفك اقرأ، اقرأها. مو شرط أنه أنت تحفظها، اترك مسألة الحفظ، لا مو شرط أنه تحفظها، اقرأها الكلمة. وأعتقد أنه الكل الآن
عند أجهزة موبايل، والكل يقدر يحمل على هذه الأجهزة القواميس الإنجليزية. تلقى كلمة رأسا شوفها، ما تعرفها اقرأها، شنو معناها؟ المهم أن تعرف معناها، هذا أهم شيء، تعرف معنى الكلمة. وبعد أن تعرف معنى الكلمة اتركها، اتركها، تجاهلها، لا تخلي بالك يمها، لا تحاول أنه تركز عليها وتريد تحفظها. يعني هذا بوك، يعني بوك، يعني كتاب بوك بوك، وأظل أسوي، لا لا، اتركها اتركها. صدقني ما أعتقد أنه هذه، إذا ظن بأنه هذه الكلمة راح تروح من دماغك فأنت واهم، أنت واهم، وراح تجيك شنو السبب، راح يجيك شنو السبب إن شاء الله. لذلك اقرأ أي كلمة صادفك في الشارع، في المنزل، في أي مكان، أعرف معناها عن طريق الأجهزة، أجهزة الموبايل أو أي شيء. بعد أن تعرف معناها اتركها، تجاهلها، لأنه إن شاء الله تعالى هي راح توين، راح تنطبع. حتى وإن أنت تفكر بأنه هي ما مطبوعة، لا لا، هي مطبوعة، راح تنطبع، وإن شاء الله تعالى في الخطوة الثانية راح أشرحها. تابع معي. الخطوة الثانية، أعتقد أنه الأجهزة الرقمية والأجهزة الإلكترونية كثرت بشكل غريب في هذا العصر وفي هذه السنين الأخيرة. لذلك أنا نصحك نصيحة، هذه الخطوة الثانية واللي هي جدا 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 مهمة. الخطوة الثانية، كل اللي تحتاجه هو أولا جهاز MP3، ثانيا سماعات أذن. هالجهاز، يعني جهاز MP3، سماعات أذن، فقط هذين الجهازين اشتريهم. ما أعتقد أنه راح يكلف المبلغ الكبير أبدا، جهازين اشتريهم. ولذلك شو تسوي بعد هذه الخطوة؟ بعد أن اشتريت هاي الجهازين، روح على اليوتيوب، روح دور على محادثات، اللي هي الكونفرسيشن. لا تختار الدروس وما شابه، لأن أنت راح تحتاج فد شيء تسمعه، ما راح تحتاج شيء تشوفه، ما راح تقدر تشوفه. ليش؟ وما مسألة ما تقدر تشوفه، وإنما أنت ما قاعد 24 ساعة قاعد إلا اللهم أنه ما عندك شيء تقعد وتشوف. لا، أنا أقصد من هذا الشيء، حمل المحادثات اللي هي مثلا عندك Let's Speak English، هذه واحدة، أكو برامج مثل هاي أو محادثات English Conversation، تلقاها جدا موجودة بالعشرات بالمئات المحادثات. احفظ درس أو درسين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة هذه المحادثات، احفظها وين؟ خليها بالجهاز MP3. هنا دقق وياي، بعد ما حملت هذه الدروس ايش راح تسوي انت؟ خلي الايرفون بذناتك، شغل MP3 واطلع. وين تطلع؟ انت رايح بالسيارة، شغل MP3، استمع. انت رايح تتسوق، انت رايح للمدرسة، انت رايح للشغل، انت رايح لصديقك او زيارة، او طالع لأي مكان، او طالع تتمشى، خلي MP3، خلي السماعات بذنك، خلي MP3 وخلي يدور، هذا يدور. والمقطع الاول او المحادثة الاولى خليها تدور مرة، واسمعها مرتين، واسمعها ثلاث مرات، واسمعها اربع مرات، مو مشكلة. ادري راح يصيبك اليأس، ادري راح يصيبك اليأس والاحباط. ليش؟ راح تقول ادري اني هذه المحادثة سمعتها مرة ومرتين ثلاثة واربع ما فهمت. لا، مو ما تفهم، لا، شوف، لاحظ اكو نقطة هنا، النقطة جدا مهمة. مهما كبر الهارد ديسك اللي صنعوه الآن، أنا بالنسبة لي ما عندي معلومة بالدقة، يعني عن أضخم هارد ديسك موجود هسه صنع بهذا الوقت، ما أدري هسه، الله أعلم، 10 تيرا 100 تيرا بيت، أنا ما أدري، المهم راح أدورها إن شاء الله. لكن مهما يكون هذا الهارد ديسك اللي صنع البشرية أو صنع البشر، ما راح يجي مثل الهارد ديسك اللي هو من صنع رباني، اللي هو اللي موجود بدماغك، أكبر وأعظم هارد ديسك موجود بدماغك. أنت لما تتخيل، إذا تتخيل بأنه هاي المعلومات كلها اللي راح تستمعها هي مثل ما تعبيرنا إحنا العرب، تعبيرنا الدارج بأنه يدخل منا ويطلع منا، لا حبيبي غلط، ماكو شيء اسمه يدخل منا ويطلع منا أبدا، يدخل منا ينطبع وإن خرج، لكن هو نسخة موجودة في دماغك. هذه المحادثة، هاي الكونفرسيشن، لما تسمعها مرة، تسمعها مرتين، تسمعها ثلاثة،
راح تنطبع الكلمات، راح تنطبع الجمل، ما تشوف غير نفسك انه انت في لحظة من اللحظات. وهذه صدقني صدقني وكن على ثقة، ما تشوف نفسك غير لحظة من اللحظات. انت طالع بالشارع، انت رايح ويا اصدقائك، انت راح تتسوق، انت رايح في اي مكان، ما تشوف نفسك غير راسا قلت جملة وانت بدون ما ترتبها الجملة. يعني ما اجيت وقلت انا راح اخلي هنا الفاعل والفعل والمفعول به وحرف جر، لا 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 ما موجود هذا الشيء. انت اوتوماتيكيا راح تشوف نفسك انه اختلاق الجملة او الفضل جملة بالانجليزي بدون ما تشعر. ليش؟ لانه هذا هنا مطبوع، كل شيء مطبوع، وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. زين، نعم لا تيأس. بالنسبة للتعليم اللغة لا تيأس، هذه الخطوتين. أول خطوة هي أن تقرأ أي شيء يلاقيك في الشارع، في المدرسة، في الطريق، في الباص، في السيارة، في التاكسي، وين ما كان اقرأ أي كلمة، حاول طلع جهازك الخليوي، آيفون، سامسونج، أي جهاز، طلع هاي الكلمة شنو، أنا أريد أعرف هاي الكلمة شنو معناها. عرفت هاي الكلمة؟ نعم. وإذا ما عرفتها ممكن رددها مرة ومرتين، بس انتبه لها أنه هذه الكلمة تعني هذا الكتاب تعني بوك مثلا، دابر مثلا. خلاص أنا ركزت عليها شوية، مو ركزت عليها دائما، رأسا شفتها مرة مرتين خلاص انساها، اتجاهلها، اتركها. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي أن تستمع إلى محاضرات، اترك مال أنه هذا معناه I، هذا معناه you، هذا معناه she وهي وشي وإت، اتركن هذني حاليا، اتركن. ليش؟ لانه احنا هسه اللي بحاجه الى الكلام، احنا بحاجه ان نتلفظ او نتكلم لغه انجليزيه، لا ان ندرس اللغه الانجليزيه. دراسه اللغه الانجليزيه تاتي بعدين. زين، وهنا انا ملاحظه انا اللي شفتها في يوم من الايام، كان بالمدرسه اجت وحده طالبه ويانا، يعني انت اذا تغمض وتدير وجهك وهي تحكي وياك انجليزي، لا هي مولوده هنا، مستحيل تميزها ما بينها وبين انجليز، هي انجليزيه. زين، مستحيل تميزها، وفعلا هي انجليزيه لانه هي يعني مولوده هنا. زين، واهلها اصلا مو عرب. استغربنا جايه انه تدرس ويانا، سالتها شنو السبب جابتني هنا الدرسين؟ قالت يا انا اعرف اتكلم لغه انجليزيه بس انا ما عندي قواعد اللغه الانجليزيه، ما اعرف يعني ما دارسه القواعد من اللغه الانجليزيه. فاكو فرق ما بين قواعد اللغه الانجليزيه وفرق ما بين انت الكلام. ممكن اكو بعض الاخوه يجوز يعترض على هذا الكلام ويقول لا لازم تعرف. نعم انا معك انه لازم تعرف شنو معنى الاي، شنو معنى اليو، شنو معنى هي شي وات، شنو معناها، شنو الضمائر، شنو الفاعل، شنو المفعول. نعم انا حاليا ما اتكلم على دراسه اللغه، انا اتكلم عن تعليم اللغة الإنجليزية وليس دراسة اللغة الإنجليزية. لذلك أنا راح أختصرها إن شاء الله بإذن الله تعالى تستفادون من هاي الخطوتين. أولا اشتري جهاز MP3 مع سماعات أذن، نصيحة، وأنا طبعا أنصح بأنه سماعات الأذن كنصيحة لله سبحانه وتعالى، لأنه إحنا لازم أعمالنا دائما تصير لوجه الله تعالى. نصيحة، لا تستخدم الأذنين، لا تستخدم إلا في حالات بسيطة، كأن تكون ما عندك شيء قاعد بالبيت وأمامك أهلك مثلا ممكن تستخدمها، لكن لما تطلع برا بالشارع أو بأي مكان لا تستخدم سماعتين، استخدم سماعة واحدة. حاول شنو السبب؟ السبب هو لأجلك، لأنه هذه خطورة. إذا لا سمح الله أنت مخلي سماعتين ومعلي صوت، صار فد شيء لا سمح الله راح يصير حادث أو شيء، اللي ينبهك أنت ما تسمع، سيارة إجت مباشرة لا سمح الله، سيارة إجتك مباشرة، زين واحد صرخ عليك، صاح عليك، انتبه، أنت ما تدري، راحت بالباي باي، رحت ردت تعبر الشارع، نفس الشيء، صار حريق، صار أي شيء لا سمح الله. أنا قصدي من هذا كنصيحة، استخدم سماعة واحدة، شغل MP3 واطلع وين ما تروح، لو وين ما تروح شغل، امشي مرة مرتين ثلاثة، هاي الكونفرسيشن هذا المحادثات راح وحياتك يطب عن بدماغك مرة مرتين، راح تتكون جمل كاملة باللغة الإنجليزية، وخاصة إذا بعدك شاب عقلك يستوعب أكثر،
زين، ولو شبابنا الآن خربانة من وراء الواتساب والفايبر وغيرها، لكن لا بأس، أدمغتهم إن شاء الله تستقبل أكثر من شياب مثل حالاتي. مرة ومرتين ثلاثة وأربعة لما تستمع إلى هذه المحادثات راح تنطبع بدماغك، وراح أشوف نفسك أنت شيء بعد شيء، يعني مرة بعد مرة راح أشوف نفسك أنه أنت تتكلم في جمل، تعطي جمل إنجليزية بدون أن تشعر. هذه نصيحتي، وهذا يعني الخطوات أو الخطوتين اللي أنا أنصحكم بأن تتبعوها، وهذه عن دراية وهذه عن تجربة. وإن شاء الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويوفقكم إن شاء الله، يوفق الجميع إن شاء الله لما فيه مرضاته أولا وأخيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي أمر، إذا حبيتم هذا الموضوع، إذا شفتوا أنه هذا الموضوع مفيد إن شاء الله، أتمنى منكم أن تنشروا بين أصدقائكم. لا تدخلون علي باللايك بالإعجاب بهذا الموضوع، نشرة وإبداء الرأي. إذا عندكم آراء أتمنى من عندكم أنه تقولوها حتى شوية نتكامل بالموضوع. وأيضا أتمنى أن تدعمون القناة، تشتركون بها مع تفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.